وقد جاء عند ابن سعد بإسناد صححه ابن حجر قال هو صحيح إلى الزهري من أن عمر رضي الله عنه ما كان يأذن لأحد من السبي يدخل المدينة، فأرسل إليه المغيرة ابن شعبة وهو وال على الكوفة قال إن هذا رجل حداد نقاش نجار فسينتفع الناس به وهو غلام للمغيرة فأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فجعل المغيرة عليه خراجا 100. فأتى هذا الغلام وهو أبو لؤلؤ المجوسي فقال لعمر لتكلم المغيرة حتى يخفف عني، فقال عمر رضي الله عنه ما أرى هذا الخراج كثيرا عليك في عملك، فولى ساخطا. فلقيه عمر رضي الله عنه بعد ليال، وعمر رضي الله عنه أراد أن يكلم المغيرة، ولذلك في صحيح البخاري قال لقد فعلت به خيرا، يقول عن أبي لؤلؤة لقد فعلت به خيرا. فمر به بعد ليال فقال عمر رضي الله عنه سمعت أنك تستطيع أن تصنع رحى تطحن بالريح، فقال أبو لؤلؤة قال لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس، وكان قوله وهو عابس. فقال عمر رضي الله عنه مقبلا لمن عنده قال لقد توعدني هذا الغلام، فاختفى له في الغلس بليل في زاوية من زوايا المسجد. وفي صحيح البخاري كان عمر رضي الله عنه إذا أتى بين الصفين قال استووا، فإذا لم يرى خللا كبر، إذا لم يرى خللا كبر رضي الله عنه. وكان يقرأ في الركعة الأولى بسورة يوسف أو النحل حتى يجتمع الناس، لأنه كان يقرأه في الركعة الأولى. فأتى رضي الله عنه فكبر، فلما كبر رضي الله عنه لم يسمع له صوت، فقال قتلني أو أكلني الكلب، يعني يقصد هذا الغلام. فأتى هذا فطعن عمر رضي الله عنه بثلاث طعنات تحت السرة كما جاء عند أحمد وعند ابن سعد بإسناد صححه ابن حجر رحمه الله في الفتح للزهري من أنه أصاب الصفاق وهي التي قتلته، ولذلك عندنا نقول صفاق البطن وهو الغشاء الذي يكون بين الجلد والأمعاء، فكانت هي السبب في قتله رضي الله عنه بأمر الله، كانت سببا في قتله. فقال أكلني أو قتلني الكلب، فأما من كان حول عمر فعلموا، وأما من كان في جوانب المسجد فإنهم لا يدرون، فما فقدوا إلا صوت عمر، فقالوا سبحان الله سبحان الله. فطار العلج وهو هذا الكافر، فطار العلج وسمي بالطيران لأنه كان مسرعا، فطار العلج فلا يرى أحدا عن يمينه وشماله إلا طعن، فطعن 13 رجلا مات منهم 7. فأخذ بعض الصحابة برنسا وكساء يوضع على الرأس فوضعه عليه، فلما رأى الرجل هذا العلج من أنه مأخوذ نحر نفسه.